خلف الله دائما يبقى محافظ على كرته والحكم قريب من اللقطة يترك مبدأ الأفضلية. دائما الكرة لصالح الشباب، نقلات وتمريرات بين شباب الوزداد. مريزيك يمرر ناحية شمس الدين الساخ، يبحث عن الثغرة للتسديد. تسديدة قوية من شمس الدين الساخ، تسديدة قوية من شمس الدين الساخ تجانب العمود الأيمن للحارس السعيدي زكريا. ها هي الإعادة، خدا كامل وقت وجد المساحة وسدد، لكن كورتو كانت تنقصها الدقة والتركيز. كانت تسديدة قوية من القائد شمس الدين نساخ، ما صعدش كثيرا. أول صعود لشمس الدين نساخ شكل محاولة خطيرة على دفاع شبيبة الثورة. قلت كرة لصالح الشبيبة بعد هذه الهجمة، الدفاع يتدخل، تبقى دائما الكرة لصالح شبيبة الثورة. ماذا يقول الحكم؟ لا، يترك الكرة لصالح الشبيبة من مبدأ الأفضلية لصالح شبيبة الثورة في الوسط عن طريق بلعيد حميدي. بلعيد حميدي يفضل التمرير ناحية بوبكر. بوبكر الآن عمران محمد، عمران محمد ومسعودي. دائما رقابة لصيقة مفروضة على المهاجم بلال مسعودي من المدافع الأيسر شمس الدين نساخ. وضربة جزاء يعلنها الحكم سعيدي محمد لصالح شباب بلوزداد في الدقيقة 38. شوف هنا نقلات وتمريرات والانطلاقة من بالخير يراوغ. هنا كانت العرقلة من الخلف، كانت العرقلة من الخلف، وضربة جزاء لصالح شباب بالوزداد. ضربة جزاء لصالح شباب بالوزداد، ونحن نلعب في هذه الأثناء وبالضبط 39 دقيقة من زمن المرحلة الأولى. من سيتولى تنفيذ هذه الكرة؟ زكريا دراوي أمام سعيدي. زكريا دراوي يفتتح مجال التهديف. زكريا دراوي يفتتح مجال التهديف لصالح شباب بالوزداد. زكريا دراوي يضرب الكرة في جهة والحارس في جهة ويمنح الأسبقية لصالح شباب بالوزداد. زكريا دراوي يتمكن من تسجيل أول هدف بألوان شباب بالوزداد في هذا الموسم إثر تنفيذه لضربة جزاء، عكس مجريات المباراة وإن كانت الشبيبة تصنع الفارق وإن كانت الشبيبة تضغط. الشباب بالوزداد يتمكن من تسجيل الإصابة الأولى عن طريق زكريا دراوي قبل نهاية المرحلة الأولى بخمس دقائق. كرة لصالح شبيبة الثورة، الآن راح نشاهد ردة فعل فريق شبيبة الثورة في غياب أمير سعيود اللي كان ينفذ الكرات الثابتة وضربات الترجيح. نفذ اليوم زكريا دراوي ضربة الجزاء وسجلها لصالح فريق شباب بالوزداد. تفصلنا خمس دقائق على نهاية هذه المرحلة الأولى. شباب الوزداد يريد الحفاظ على النتيجة، وشبيبة الثورة تبحث عن تعديل النتيجة قبل الالتحاق بغرف تغيير الملابس. الآن الحكم أعلن عن ضربة الجزاء. إذن ضربة الجزاء، من سيتولى تنفيذ هذه الركلة؟ الحمري أيمن هو من سيتولى تنفيذ ضربة الجزاء. الحمري أيمن أمام في مواجهة الحارس مرباح قايا. الحمري أيمن يتهيأ لتنفيذ هذه الضربة. الحمري أيمن والهدف الأول، الهدف الأول لصالح شبيبة الثورة. الشبيبة تتمكن من تعديل النتيجة عن طريق الحمري أيمن. الحمري أيمن يتمكن من تعديل النتيجة لصالح شبيبة الثورة ويتمكن من تسجيل الهدف السابع له في مشواره مع شبيبة الثورة في هذا الموسم، وتعود المياه إلى مجاريها وتعود المباراة إلى نقطة الصفر. هدف مقابل هدف بين شبيبة الثورة وشباب بلوزداد. أيمن الحمري ضرب الكرة في جهة والحارس في جهة. إذن خمس دقائق يشير إليها الحكم الرابع غريتلي مراد. هناك أحد لاعبي شبيبة الثورة ساقط فوق أرضية الميدان، إن شاء الله سلامات على ما أعتقد.
عمران، أوه بطاقة حمراء، بطاقة حمراء يشيرها الحكم محمد سعيدي في وجه اللاعب مرزوقي اللي دخل قبل لحظات، مرزوقي اللي دخل قبل لحظات. ماذا كان هناك بين مرزوقي ومحمد عمران؟ لم نشاهد اللقطة. بطاقة حمراء في وجه المهاجم مرزوقي. خردين مرزوقي، خردين إذن يتلقى البطاقة الحمراء. ها هي هنا، شوف الإعادة، شوف هنا بين مرزوقي ومحمد عمران على يمين الشاشة. هل كان هناك اعتداء أم لا؟ صورة غير واضحة. إذن يبقى قرار الحكم هو سيد، أو يبقى الحكم سيد القرار فوق أرضية الميدان. كرة لصالح شبيبة الثورة والمحاولات الأخيرة. نلعب الآن الوقت بدل الضائع، نلعب الدقيقة الأولى، تبقى 4 دقائق من هذه المباراة الصعبة والمثيرة على الفريقين، شبيبة الثورة أو شباب بالوزداد. شبيبة الثورة تعد الفريق الوحيد في البطولة الذي لم ينهزم فوق أرضية ميدانه، حيث تعادل فقط، يعني التعثر كان في التعادل، وتعادل فقط في 3 مواجهات كانت أمام اتحاد العاصمة، هدفين مقابل هدف، أمام مولودية وهران هدف مقابل هدف، وأمام جمعية أو جمعية شلف هدفين مقابل هدفين. كرة لصالح شبيبة الثورة عن طريق داود في وسط الميدان. سرعان ما تعود هذه الكرة وتصبح لشباب الوزداد. لا، خليف يتفوق في وسط الميدان، يمرر من هناك ناحية خليفي، من خليف إلى خليفي إلى مسعودي. الآن يراوغ مسعودي، يبقى محافظ على كورته، يبقى دائما ينتظر المساندة، تأتي له من خليفي. داود، داود الآن خليف، نقلات بين عناصر.